أما بالنسبة لأخبار المحافظات ففي مجموعة كبيرة من الأحداث حصلت في محافظات مصر امبارح، منها إنشاء 17 عمارة من عمارات سكن كريم في أسوان وتوفير 109 فرصة عمل للشباب، وده بالتعاون مع شركات القطاع الخاص في محافظة المنوفية. أما محافظة الجيزة فتم توفير 13400 أسطوانة بوتاجاز لتلبية احتياجات المواطنين، وتم الانتهاء من العمل في مشروع مكافحة التصحر غرب مطروح. تفاصيل وأخبار أكثر من محافظات أخرى هنعرفها مع حضراتكم في سياق هذا التقرير. محافظات مصر شهدت مجموعة من الأحداث، أبرزها إن الشركات المنفذة لمشروعات حياة كريمة بمحافظة أسوان أنهت مشروع إنشاء 17 من العمارات السكنية سكن كريم بإجمالي 136 وحدة ملحقة بحظيرة للمواشي. وأكدت المحافظة تكثيف الجهود وعدم السماح لأي مقاول أو شركة بالاستمرار في حالة وجود أي تقاعس أو تقصير في التنفيذ، وده لضمان الانتهاء من كافة المشروعات طبقاً للجدول الزمني المحدد. محافظة المنوفية أكدت على توفير 109 فرصة عمل للشباب من أبناء المحافظة من خلال إدارة تشغيل الشباب بالديوان العام وبالتنسيق مع المصانع وشركات القطاع الخاص داخل وخارج نطاق المحافظة، وده ضمن رؤية متكاملة للارتقاء بمستوى الحياة المعيشية للمواطنين تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. محافظة الجيزة أعلنت أنه تم الدفع بحوالي 13400 أسطوانة بوتاجاز بمراكز ومدن أوسيم ومنشأة القناطر والصف وأطفيح وأبو النمرس وكرداسة والعياط ومدينة أكتوبر، وده لتغطية كافة القطاعات بالمراكز والمدن. جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي أعلن الانتهاء من العمل في مشروع مكافحة التصحر غرب محافظة مطروح، وبيشمل المشروع تطهير أبار روماني وإنشاء سدود زراعية لحجز مياه الأمطار وإنشاء أبار سعة 100 متر مكعب. محافظة الغربية هتشهد تنفيذ أعمال الرصف بطريق نهطاي الضبابشة بطول 600 متر وعرض 12 متر وبتكلفة 5,300,000 جنيه، بجانب أعمال تطوير الجزيرة الوسطى بشارع الجيش القبلي بمدينة زفتة على امتداد 500 متر وإنشاء منطقة عربات متنقلة تكون متنفس للأهالي، بالإضافة إلى إضفاء لمسة جمالية على المدينة وتشغيل فئات من الشباب وعمل لمسة جمالية بالشارع. مديرية الأوقاف بمحافظة البحيرة افتتحت مسجدين جديدين بمركزي دمنهور والمحمودية بتكلفة إجمالية 5,000,000 جنيه، وده في إطار حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف. مطار مرسى علم الدولي هيستعد على مدار الأسبوع الجاري بداية من اليوم السبت وحتى نهاية الأسبوع لاستقبال 155 رحلة طيران دولية من جنسيات مختلفة، وبتصل الرحلات المقرر وصولها من مطارات دولية أغلبها أوروبية، وبيتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين بداية من وصولهم لأرض المهبط حتى وصولهم للفنادق المختلفة. مديرية الصحة بالشرقية أعلنت تيسير كافة الإجراءات اللازمة لتسليم الدفعة الجديدة من الأطباء البشريين المكلفين بالعمل بالمديرية دفعة 2022 لتوزيعهم على المراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة، مع تقديم الدعم اللازم ليهم أثناء إنهاء إجراءات التكليف.